عملت لك أكلة العدس اللي بتحبها. تعلمت هي الوصفة من راجيني أختي. أنا ما عاد رح أكل عدس. سوارة بنتي سكبيلي إلي، أنا بدي دوق هي الأكلة. سجيتي أنتي ما أكلتي رز، خدي. لا أختي، أنا ما فيني أكل رز هلأ أبداً لأنه عاملة نظام. نظام؟ رجيم. ماما بس أنتي ما لازم تنحفي. ما في داعي تتمسخروا علي هلأ، ما بدي انحفس، عم بهتم بصحتي. حبيبي أنا تعبانة، رح روح ارتاح. يلا أنا جاية معك، قومي منروح سوا. لا لكشي، إذا قمت معي هدول بدهم يقعدوا يتمسخروا عليك. أنا شايفة ما في داعي لهالشي هلأ، أنا هيك بتضايق أكتر. لهيك خليك. قومي خدي هاي معك. شكرا. السلطة شو هالأكل هاد؟ كافيا؟ كافيا كافيا أمي. لاكشي غرفتنا عم تحترق، طفوها بسرعة. لاكشي كافيا. لاكشي كافيا، حدا يناولني كاسة مي بسرعة. ماما ليش واقفين؟ يلا احكوا مع شي دكتور بسرعة. يلا عمالك. كافيا كافيا قومي، انا ما بقدر اخسرك ابدا، بترجاكي قومي كافيا. كافيا فكرت حالي خسرتك. كافيا شو اللي صار؟ كيف شعلت النار؟ سنسكار أدارش طفوا النار. هالمرة هاي انقضت على خير واحترقت بس البرداية، منيح انه لحقنا حالنا. شامم ريحة شي؟ ايه صح، في ريحة غريبة، بس شو هاي؟ عرفت شو هو؟ البخور. أكيد الحريق بسببه. هلأ اللي صار صار. سنسكار حاكي الدكتور وشوف إذا كافية منيحة. أنت معك ربو شي؟ إيه دكتور مع ربو. أنت لازم تضلك بعيدة عن النار والدخان. نحن منعرف هذا الشي، بس اللي صار ما كان بإيدنا أبداً، يعني كل هذا الشيء اللي صار معنا اليوم صار بالصدفة. طيب أنا هلأ فحصتها منيح والواضح أن النار أثرت فيها، بس لا تقلقوا أنا رح أعطيها إبرة. إبرة؟ لا لا، أنا عندي حساسية من الأدوية، وبالأخص إذا كانت إبر ونحقنت حقن. إذا بتقدر أعطيني حبوب.
انت هلا بس اكتب لي على الادويه وانا باخذهم. ماشي رح اكتب لك على الدواء. خدي هالادويه حبتين كل يوم، ما في شيء بيخوف ابدا، كله تمام. اوترا شكرا، تفضل معي دكتور. ايه شبك يا حرام، شو بتخاف؟ فتحت الشباك لتتهوى الغرفة. ايه لا تخافي، هلأ شوي وبيفوت هوا نظيف وبيتغير جو الغرفة كله، ساعتها بترتاحي. لاكشي أنا بدي أحكي معك شوي على انفراد. طيب ماما فيكن تروحوا ترتاحوا هلأ، أنا بضل مع كافيا. إيه بس ابني. بسيطة ماما، أنا رح أنتبه عليها، أنتوا روحوا. شو هالممثلة؟ يلا سجيتي. شبك كافيا؟ ليش خايفة هيك؟ لك شي يلي صار اليوم مستحيل يكون صدفة. شو؟ ليك شو؟ في حدا كافيا انتظري شوي. أنا من اليوم رح جمع أغراضي، انتظريني. طيب ساجيتي هلأ رح توقع بورطة كتير كبيرة. الحريق من البخور؟ هالشي مو معقول ابدا، لانه البخور كان موجود بالصاله، شو طلعوا على الغرفه؟ ما بعرف، بس بصراحه انا شميت ريحه كيروسين على البردايه. بس هالشي مو معقول سانسكار. لا لا سوارا، كل شي صاير معقول بهالبيت، لا تنسي انها ممثله، تعرف تحبك القصص وتسلبها علينا ونحن منصدقها فورا، هالبنت عن جد ملكه التمثيل. بس يلي صار ما انه تمثيل عمتي. اللي صار اليوم إذا كان فيه أي دراما فبيكون بسببك أنتي. أنتي عملتي عملتك ومفكرة ما حدا رح يكشفك. أنت شو هالحكي اللي عم تحكي؟ لك شو عملت؟ لك شي مجنون؟ كيف بترمي علي هيك؟ افترض انجرحت. لاكشي شو هالحكي الفاضي هاد؟ انت طلعتي لفوق لما كافيا نزلت صح؟ طلعتي ولا لا؟ قولي شو؟ لاكشي انت صاير شي لعقلك؟ شو هالحكي هاد؟ انت كيف بتتجرأ تحكي بهالطريقة مع عمتك؟ جاوبيني عمتي. لاكشي دير بالك، انتي طلعتي لفوق ولا لا؟ جاوبي. ايه صحيح، انا بوقتها طلعت لفوق لرد على موبايلي لانه كان عم بيرن. ايه صحيح صحيح طبعا، عرفتي الدوري وتلاقي عذر لحالك دغري.
طيب مين اللي اتصل فيكي؟ اتصل فيني واحد كان غلطان بالنمرة، ايه وكمان الرقم هاد قال لي من خط عمتي أرضي. عطيني اياه. زودت لك شي، بكفي لهون ولا تخليني هلا انسى انك انت اخي الصغير. عأساس فارقة؟ اصلا انا نسيت من زمان. يعني اوعك تهددني سانسكار لانه هذا الشي مانو فارق معي. عمتي اعطيني التليفون. عمتي خليك بعيد. عم لعب لاكشي على أصابيعي العشرة، بقدر خليه يعمل لي اللي بديها وما حدا بيقدر يوقفه عند حده. لاكشي شو عم تحاول تقول؟ هلأ أنت رح تعرفي كل شي سوارة. عمتي التليفون رايح أجيبه. خد لاكشي. عمتي انتي ما اجاكي ولا اتصال. اخر اتصال اجاكي كان الصبح ومن عمي. مو معقول هالشي، اجاني اتصال. هاتو. بس هو رن. لكن فهميني شو اللي صار. انت عيرتي المنبه بتليفونك منشان الكل يفكر انه اجاكي اتصال، منشان تقدري تطلعي لفوق وتشعلي الحريق. لاكشي. لا سانسكار. اختي انا عم بحكي لكم الحقيقه. لاكشي شو هالحكي الفاضي هذا؟ ما عم احكي غير الشيء اللي صار. عمتي طلعت لفوق وانا متاكد انه هي يلي حطت البخور بغرفتي منشان هيك صار الحريق معنا. لاكشي ليش لحتى تعمل هيك؟ اسألي إلا ليش بتكره كافيا؟ بصراحه انتو كلكم بتكرهوا لكافيا. انه انت اكيد جنيت وصلك شي بعقلك لحتى عم بتشك بعمتك. مو مصدقني كانه انا كذابه؟ ليش ما انك عم بتصدق انه اجاني اتصال؟ بس اكيد مرتك كافيا بتكون عملت لها شي حبكه. هذا الولد ضاع من ايدينا وكافيا هي المسؤوله عن كل شي مو منيح عم بيصير بهذا البيت، وانا متاكده انه هي اللي عم تحرضه ضدي وبدها تخلص مني. خلص انت لازم تصحى وتفيق من اوهامك. انت لازم تجرب تفهم انه هاي البنت مو منيحه وعم بتمثل علينا وتسلبها على الكل هون، بدها تخرب بيتنا. لك هاي البنت عم تحرضك ضد عمتك. لا عمتي ليش لحتى كافيه تعمل هيك؟ ما رح تعرض حياتها للخطر منشان كذبه. انت بتعرفي شو كان رح يصير لها لو النار لحقتها شوي كمان؟ كانت رح تتشوه او تموت. انت بتعرف شو اللي عم تعمله؟ انت عم تدمر العلاقات بيننا. خليها تتدمر سوارة، ما بيهمني. لا تعطيني محاضرة بالأخلاق سوارة، مو فاضي لنصايحك ولحكيك الفاضي هلأ أبداً. وكمان انتبهوا علي كلكم هلأ واسمعوني كتير منيح. إذا بعرف إنه في حدا فكر مجرد تفكير يأذي كافيا، أنا مستحيل أقدر سامحه أبداً. أنا ما كذبت عليكم بشي. إيه وحياة ابني الوحيد ما كذبت عليكم أبداً بأي شي حكيته، ولا أنا شعلت النار ولا فتت على الغرفة. يا جماعة صدقوني أنا ما بعرف أكذب. أختي سجيتي شبكي أنت، ما في داعي إنك تحلفي لنا أبداً، لأنه نحن منصدقك شو ما حكيتي سجيتي. أساساً أنا ليش لأعمل كل هالشي هاد لقتلة؟ كنت بقدر بسهولة أخنق وخلص الناس من شرها. يا أختي عم بتهموني بشي كتير خطير.
لك مين مفكر حاله هاد؟ كيف بيتجرأ يحكي مع عمي بهالوقاحة هاي؟ سانسكار في شيء كتير غريب. انتبهت انه كافيا ما استخدمت جهاز الربو قبل بمرة؟ يعني انا على حسب ما عرفت عنها انها ما بتهتم بالموضوع ابدا. في شي غريب عم يصير. انت فكر فيها، اذا اجيت ولقيت غرفتك عم تحترق، شو اول شي بتفكر تعمله؟ بهرب من النار. لا ما من سانسكار، ما رح تدور على الجهاز. ذكية. وانت محظوظ عن جد. طبعا محظوظ وبحبك. ايه ايه بس طولي بالك، اوعك تفكري تطمعي فيي هلا. ايه وانت لطيف كتير سوارة. لا كم مره بدي اعد لك اياها انه انا ما بحب تقليلي انه انا لطيف. طيب ابدا. طيب اوكي ماشي، هلا ركز. ليك سانسكار، انا لازم فوت على غرفه لاكشي، انا لازم اتفقد غرفتها لاعرف كافيا شو مخبي عنا. كمان لاكشي كان بالمكتبه بس كافيا كانت بغرفتها، وانا لازم فكر بحل. شبك هو انا لازم فكر لانه بخبرك بعدين. ماشي انا رايحه. استني انا رح طلع كافيا لبرا الغرفه بالاول. كيف سوارة؟ صحيح زوجك ماله كتير لطيف بس زوجك ذكي كتير، لهيك انا رح اتصرف. شو؟ تعالي معي. هي اللي قلت لك عنها، زوجة تركها مشان وحده ثانيه. يا حرام، بيكون مال منها. مو شايفه منظرها قديش مقت؟ وانا عم اقول ليش تزوجها من الاساس. تتذكري لما خربت زواج اختها؟ اكيد منشان هيك القدر عاقبها وزوجها رماها. وكمان انا سمعت انه ابوها بعد ما اختها رجعت لهداك البيت غضب عليها وما بده اياها تفوت على البيت مره ثانيه. برافو عليه، هيك لازم يعمل. كمان لازم يقلع الثانيه من البيت ويرتاح منها، واحد غيره بيتبرى منهم فورا. ايه معك حق، لما بيكونوا أهل الأولاد سيئين أكيد أولادهم رح يكونوا سيئين مثلهم. استني أمريكا. ألو مين؟ مرحبا أنستي، أنا بدي أحكي كافيا بس ما بعرف إذا أنت هي. أنا كافيا. بس مين عم بيحكي؟ أنا بكون مخرج، أنا مخرج مشهور وبتعرفي عم دور على ممثلة تكون حلوة كتير، لأنه عم دور على بطلة مميزة لفيلمي. الفيلم بيحكي عن بنت كتير غنية وطبعا البطل بيكون رجال كتير فقير، بيناتهم قصة حب. قصة حب كتير كتير قوية. أنا بكون مخرج فيلم السفينة، هداك اللي غرقت فيه السفينة بالبحر. أكيد بتكوني عرفتيه للفيلم لأنه هو كتير عاطفي ومؤثر، وكمان يعني فيلم كتير مشهور ومستحيل حدا ينساه. إيه طبعاً أكيد سبق وشفته لهذا الفيلم، حضرته. إيه وبصراحة أنا رح كون المنتج والمخرج لهذا الفيلم يلي عم نجهز له، وأنا عم دور على ممثلة هندية حلوة مثلك، لأنه أنتي يعني كتير مناسبة لتاخدي دور البطولة. ويكون بعلمك إنه الأجور غالية أكتر ما بتتصوري، ولهالسبب لازم نلتقي. أنتي كوني جاهزة ومتفرغة لتيجي تمثلي بهذا الفيلم ولتاخدي البطولة. ايه ايه اكيد اكيد انا متفرغة مشان هذا الفيلم يا قدير. الو 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 وين رحتي؟ انا ما عم بقدر اسمعك بالمرة، اكيد في مشكلة بالشبكة. الو عم تسمعني منيح؟ لا لا ابدا انا ما عم بقدر اسمعك، اذا فيك تغيري مكانك بركي تصير الشبكة احسن وبقدر افهم عليكي اكتر واشرح لك قصة الفيلم اللي بدك تمثلي فيه. ايه ايه اكيد اكيد. ظن انه في مشكلة لانه هاي المكالمة دولية. عم تسمعني؟ ايه اكيد، هيك الصوت هلا صار احسن بكتير. نعم عم تسمعني هلا؟ ايه 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 انا رح احكي لك شو قصة الفيلم. هلا القصة بتبلش مع البطلة اللي هي انت طبعا، وقصة الفيلم عن علاقة حب مع شاب بيكون بيقربها للبطلة. تمام. ايه وهنن بيكونوا الحبيبين. نعم. ايه هن
مو معترفين لبعضهم. طيب وطبعا تفاصيل الفيلم هاد راح تعرفيها بالضبط مع كل الأحداث، بس تقري الفيلم وتعطيني رأيك بالنص، لأنه هذا الفيلم كتير عميق وما بينشرح. جهاز الربو فاضي. أنا لازم لاقي شيء بسرعة. جد غريب إنه هي مريضة بالربو وما عندها جهاز إضافي غير هاد. لازم دور، أكيد رح لاقي شي مهم هون. لازم تعرفي إنه أنا طريقك للأوسكار، بس لازم تلتزمي معنا. البطل قوي كتير، قصدي إنه هو شخصية قوية ومميزة ومعروفة بوسط التمثيل، يعني رح يعطيك دفعة كتير قوية لتكوني أنت الأولى على طول، ورح يمهد لك الطريق للشهرة. بس لحظة، لأنه تليفوني رح تخلص بطاريته هلأ، رح جيب الشاحن وأحكيك. استنى. كافية. شوفي، حابب أتقاتل مرة تانية؟ أكيد مو هيك القصة، أنت غلطانة كتير. أنا كنت بدي أطمن عليك وأسألك كيف صرتي بعد الحادث. ليش لسه واقفة؟ عدي، هلأ بدي نفسك مرة تانية. كافية بصراحة، في سوء تفاهم بينك وبين عيلتنا. عفكرة نحن عيلة حلوة. عفكرة أنا ما بيهمني إذا كانت حلوة، بعدين كل الناس بتقول عن عيلتها إنها حلوة. أنا ما بيهمني أي شخص بخص هالعيلة. كافية القصة مو هيك، اسمعيني بس. هلا كيف رح اقدر طلع سوارة لغير بطاقتي بالاول؟ لوين رايحة؟ روحي، انت لازم تواجهي الكل. شبكي، شو صار لك بالضبط؟ مو انت وسوارة منعتوا ابوك يبيع هالبيت هاد ويسكن بغير مكان، مزبوط؟ خلص ستي. شفتي؟ هالبنت عن جد عملت عملة بتخجل. شوفي هالدنيا فيها كتير وقليل. لا سارو، انتي غلطانة كتير. لما يكون الموضوع ما بيخصك ما بيحقلك أساساً انك تعطي رأيك فيه. شرميزة، فوتي. ليش عم تردي على هالناس هاي شرميزة؟ بهالطريقة انت اللي عم تعطيهم مجال انه يزعجوكي اكتر. شوفي ماما، هاتي
اسمع هلا شيخار، بكره احكي مع رام قل له رح نبيع. اول عرض بيجينا على هالبيت هاد لازم نبيعه ونروح، خلصنا. بس ستي اسكتي، نحن لازم نترك هالمدينه بسرعه، ما فينا نعيش هون اكثر من هيك. اذا عن جد ما عرب وما عم تكذب، كيف ما عندها غير جهاز وكمان فاضي؟ ايه بس بتعرفوها هالبنت كتير ذكية، بكرة بتقول انه العلبة خلصت ووصت على غيرها، صح؟ لا ماما، كيف بدها تهرب من هاد؟ بس شو هاد؟ شو رح تثبتي بهي؟ ماما شو في هي الأدوية اللي وصفها الدكتور؟ مو هي قالت إنها بتتحسس من الإبر لهيك الدكتور وصف لها دواء حبوب؟ بس هي ما أخذت الحبوب، هي رمتهم. كنت رح أجيب كل الأدوية لهون بس خفت تشك فيني ولهيك بس صورتهم. أختي إذا ورجينا هذا دليل لأخي لاكشي، مو معقول يضل وقته محسس بغلطه. لا أوترا، لحتى نقدر نكشف حقيقة كافيا لازم يكون عنا دليل أقوى بكتير. عمتي، ماما، لازم ندور مع بعض على دليل قوي. هذا هو الشيء الوحيد اللي رح يكشف حقيقة كافيا. شو هاد سنسكار؟ شو هاد سام؟ لا ماما، هي بس مي مالحة صحية تماماً، يعني أنا سألت الدكتور رح نكتشف الحقيقة إذا نحن قدرنا نعطي كافيا المي على أساس الدواء. لا سوارة، هالشي غلط. لا ماما، في أوقات نحن منضطر نكذب فيها بس ليكون قصدنا أنه نكشف الحقيقة. هالشي هذا مو غلط لأنه إيه أختي، ما في قدامنا طريق تاني غير هاد. سوارة، كل شي رح نعمله خلينا نعمله اليوم، ما بدنا القصة تطول أكتر، بدنا نخلص. بس أنا قلت لكم سوارة، أنت أكيد بتعرفي من قبل أنا جسمي عنده حساسية من الإبر الخاصة بمرض الربو، يعني أنا باخد من هالإبر وهي بتطلع لي حبوب على وشي وجسمي. لا تخافي، ما رح يصير شي من هاد، نحنا ما بدنا نضرك، أكيد أنت طمني، نحنا ما بدنا غير مصلحتك، هي ما رح تاخد غير دقيقة واحدة وبعدين رح ترتاحي فورا. مستحيل. لاكشي أختي. لاكشي أختي شبك؟ لاكشي عنده اجتماع هلأ ومو فاضي، رجاء وافي على هالإبرة وصدقيني أختي رح تطيبي كل حياتك من مرض الربو. أنت عم تمزحي معي؟ عم بقول لك أنا بتحسس من الإبر. أنا مسكت لك يا حي الله سوارة، بسرعة قبل ما تهرب. أنا رايح أخبر لاكشي. كافيا أنتي ما لازم تخبري لاكشي بأي شي هلأ. هلأ بتشوفي من هون ليجي لاكشي بتكوني طبتي وما ضل فيكي شي أبدا. أنا ما عم بكذب، اقعدي وارتاحي. يلا ارتاحي. أيوة يلا تعالوا. واقف لاكشي. شوفي، بدي خبرك إنه نحن عطينا كافيا إبرة. شو؟ إبرة؟ لا تخاف، مو إبرة ربو. إيه؟ هاي مي مالحة وما إلى أي تأثير عليها. أنتي إيه لاكشي، نحن عم نعمل كل شي مشانك أنت، لأنه أنت لازم تكتشف الحقيقة وتعرف كل شي عن مرتك. كيف بتتجرأ وتتدخلوا بموضوع بخص صحة كافيا وأنتوا بتعرفوا إنها مريضة؟ فرضوا هلأ كافيا صار لها شي. ما رح يصير لها شي لاكشي، لأنه هي عم تكذب علينا. لاكشي حبيبي ساعدني. ليك شو صار لي؟ كافيا؟ شفت؟ بلش المسلسل. شبك؟ ليش هيك صار؟
تعالي معي. شو هاد؟ شو هذا كله سوارة؟ لاكشي، أنا قلت لك إنه مو مطمنة لهاي العيلة. أنا قلت لهم إني بتحسس من الإبر، بس هن طبعاً أصروا يعطوني إياها. هن ما كانوا يردوا علي وعطوني إياها غصباً عني. لاكشي، بس هي مو إبرة ربو. لكن أنا كيف طلعوا لي البقعة هاي؟ أنت ما صار لك شي حاجة تكذبي علينا. أنا ما عم كذب عليكم. نحن منعرف إنه عم تكذبي، وأنا هلأ رح أثبت لكم كلكم. طيب اثبتي. هاي الإبرة هي مي مالحة، ومشان أثبت لكم أنا رح أخذ الإبرة. سانسكار، هاي الإبرة عبارة عن مي مالحة، فيك تعطيني إياها؟ ما عم بفهم أنت شو قصدك. ما في داعي لهذا الشيء سوارة، نحن مو بحاجة نثبت لهم. ليش مو بحاجة؟ شو أنت مانك واثق بمرتك؟ إذا سوارة مانا عم تكذب عطية الإبرة. يلا لشوف شو فيها، أرجيني. لاكشي، أكيد الصورة بتكون حطت لها شي تاني. خدي. سانسكار، أعطيني الإبرة. يلا سانسكار، أعطيني الإبرة مشان الكل يعرف. ما رح يصير لي شي، لأنه هي بس مي مالحة. سوارة، سوارة، شوفي هاي، هاي علامات على جسمك. بس هالشي مو غلط اختي. ما في قدامنا طريق تاني غير هاد. سوارة يا بنتي، كل شي لازم نعمله خلينا نعمله اليوم، ما بدنا القصة تطول اكتر، نحنا لازم نخلص. شكرا كتير إلكن، عطيتوني فكرة جديدة ما كانت ببالي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.